بسم الله الرحمن الرحيم. مير محمد من اليوم. الولايات المتحدة بتحذر مصر من يكون اللي يمسك مصر بعد كده الناس متطرفين. مش من حق امريكا ان تتكلم، الشعب هو اللي بيختار، وده ما احنا بنختار، يبقى مش عايزين المعونة الامريكية اللي هي بتمليها علينا. وتاني حاجة عايزين نتكلم في حتة الغاز الطبيعي والمنسوجات اللي احنا بنصدرها لامريكا. احنا مش عايزين اي تربيع مع اسرائيل. شكرا. الاعلام المصري، عايز اوجه كلمه للاعلام المصري، بيقول فاويه. فاويه فين؟ عدى على الثوره مئويه، اكتر من مئويه، ولا شفنا عداله ولا حريه ولا حتى عيش. يا اعلام داري عارك، انت لسه عميل مبارك. شكرا. عاطف من الجيزه. على السريع انا كنت اتمنى بان مصر ما تمدش ايديها لاي دوله، لا امريكيه ولا اي دوله اجنبيه، ولكن يكون في شفافيه ان نعرف موارد مصر، وفي علنيه لكل القضاء المصري للمحاكمه بتاعه مبارك والنظام بتاع مبارك. مصر لكل الناس، مش لمصر لناس معينه بس. انا معايا عقد من 2010، عقد غاز ب 275، ومن 2001 لغايه الوقت لسه ما وصلتش الغاز. وكل ما اروح لهم يقولوا لي بكره في بلبيس شرقيه، كل ما اروح لهم يقولوا لي بكره بعد وبكره بعد، وادي العقد اهو، والاخر قالوا لي ادفع 10,000 جنيه واحنا نوصل لك على حته ماسوره صغيره. ينفع الكلام ده؟ وده حق مصر ولا حق ناس؟ يروح الغاز لاسرائيل ببلاش وما يروحش هنا بالبس. وجميع المحافظات توصل للعقد، توصل الغاز ب 1200 جنيه، المحافظه الوحيده اللي بتوصل ب 10,000 جنيه هي الشرقيه. ويروح الغاز لاسرائيل ببلاش واحنا نتحرم منه؟ خيرنا يروح لغيرنا ازاي يعني؟ انا هتكلم بس على محاكم احمد حسين احمد. انا موظف في الحكومه وبتكلم على موضوع محاكمه الفساد. دلوقتي لما اقتحم مقرات مجلس امن الدوله، قالوا ان المجلس العسكري وضع يده على كل المستندات وكل التسجيلات اللي موجوده في لازغلي. دلوقتي امن الدوله كان بتسجل للمفسدين والصالحين، ليه المجلس العسكري ما طلعش المستندات اللي عنده والتسجيلات اللي بتدين كل الناس دي عشان المحاكمات تبقى سريعه؟ لانه دلوقتي انت بتحاكم ايه؟ بتحاكم احمد عز انه خد رخصتين حديد. طب وايه يعني؟ طب والاراضي اللي استولت عليها؟ وبرضه بقول للمجلس العسكري الاراضي الصحراويه اللي استولى عليها دول الفاسدين، ما كانش واحد يقدر ياخد شبر ارض من الارض دي الا بموافقه المجلس العسكري، بموافقة الجيش وليس المجلس العسكري، بموافقة الجيش. شكرا.